السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر برايمري 1 الصف الأول الابتدائي، وهنكمل شرح شابتر 2 الفصل الثاني How Business Works، كيفية القيام بالأعمال. وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح page 36 أو صفحة 36. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح page 37 أو صفحة 37. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعنوان page 37 Mixed Up Work. mixed up يعني متلخبط، يعني مختلط. mixed up work يعني أعمال مختلطة، أعمال غير مرتبة. ف mixed up يعني حاجة غير مرتبة أو متلخبطة، فهي نقول عليها غير مرتبة. mixed up work أعمال غير مرتبة. طبعا work يعني عمل أو يعني شغل. هنا بيقول لنا match. match يعني وصل. the job. the job الوظيفة. with the correct place. correct place. place يعني مكان، و correct يعني صحيح. and tools. and tools والأدوات. فاحنا عندنا job وعندنا tool وعندنا place. المفروض هنوصل الجوب اللي هي الصف اللي في النص او العمود اللي في النص بالتول الصحيحة او الأداة الصحيحة اللي بيستخدمها صاحب الجوب دي او الموظف اللي شغال في الجوب دي، وبالبليس كمان او بالكوريكت بليس اللي هو شغال فيه. فمثلا عندنا اول حاجة صورة البنوتة الجميلة دي، وهي قدامها فلوس بتعدها وشغالة فيها. طبعا احنا عرفنا في الدرس اللي فات ان البنوتة دي شغالة في البنك، وهي اسمها تيلر. تيلر يعني صراف. فاول حاجة هنوصلها بالكوريكت بليس بتاعها. فين هنا البنك؟ اول حاجة ده المحل شكله كده زي ما يكون في مخبوزات، ده بيكري. بيكري يعني مخبز. طيب اللي جنبه اللي تحت منه ده في عربية متعلقة، ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يكون جراج. جراج اللي شغال فيه الميكانيك. طب التالت ده في لحمة متعلقة، ده اللي هو الميت ماركت. الميت ماركت او اللي هو الجزارة، محل الجزارة. اخر حاجة ده مكتوب عليه بنك ومبنى شكله نظيف كده، يبقى هي شغالة هنا في البنك. فهنوصل البنوتة الجميلة دي بالصورة بتاعة البنك، وده الكوريكت بليس او المكان الصحيح اللي هي شغالة فيه. طب ايه التول او التولز اللي هي بتستخدمها وهي بتأدي الوظيفة بتاعتها؟ اول حاجة هنا في ميزان، واكيد هي ما بتستخدمش الميزان، ما بتوزنش الفلوس. تاني حاجة هنا في نايف. نايف او سكينة كبيرة، اكيد هي ما بتستخدمش النايف او السكينة. تالت حاجة هنا في ميكسر. ميكسر او خلاط او عجان كبير، اكيد هي برضو ما بتستخدموش. رابع حاجة في هنا اوفن. اوفن او فرن كبير بيستخدم في حاجة تانية مش هي اللي بتستخدمه. وفي هنا كالكوليتر. كالكوليتر او آلة حاسبة. هي فعلا بتستخدم الكالكوليتر او الآلة الحاسبة علشان تحسب الفلوس. واخر حاجة في هنا المفتاح او اللي بنسميه الرنش. الرنش او المفك اللي بيستخدمه صاحبنا بتاع الجراج علشان يغير التايرز او الاطارات بتاعت العربيات. فهنا هي بتستخدم الكالكوليتر، ودي الكوريكت تول او الاداة الصحيحة. فنوصل بينها وبين الكالكوليتر دي، يبقى التيلر دي بتستخدم الكالكوليتر او الآلة الحاسبة، وبتشتغل في البليس اللي هو البنك. وبكده نخلصنا اول واحدة. طب تاني حاجة الراجل ده ماسك في ايده رغيف خبز كبير، هو شكله بيكر. بيكر او خباز. فهو هنا احنا عرفنا ان هو وظيفته بيكر. بيكر يعني خباز. طب الخباز بيشتغل فين يا اصحابي؟ بيشتغل في البيكري او في المخبز، ولا في الجراج او في الجراج، ولا في الميت ماركت، او في محل الجزارة، ولا في البنك؟ شاطرين، هو شغال في البيكري او في المخبز، وده الكوريكت بليس. فهنوصل بينه وبين البيكري. طب هو بيستخدم الميزان ده، ولا النايف دي، ولا الميكسر ده،
ولا الاوفن دي ولا الاوفن ده ولا الكالكوليتر ولا الرنش. شاطرين، هو بيستخدم الميكسر او الخلاط الكبير العجان الكبير ده، وبيستخدم كمان الاوفن او الفرن الكبير ده، فهنوصل بينه وبين الميكسر، وكمان هنوصل بينه وبين الاوفن، لان دي هي التولز اللي هو بيستخدمها. طب تالت حد، البنوتة الجميلة دي اللي لابسة هدوم بيضة وعليها مريالة مخططة وشكلها شغالة في حاجة زي ما يكون فيها دم او لحمة. هي فعلا بوتشر الجزار، هي شغالة بوتشر او شغالة جزارة. فهي شغالة فين؟ شغالة في البيكري ولا في الجراج ولا في الميت ماركت ولا في البنك؟ شاطرين، هي شغالة في الميت ماركت او في محل الجزارة، فهنوصل بينها وبين محل الجزارة او الميت ماركت. طب هي بتستخدم الميزان ولا بتستخدم النايف الكبيرة دي ولا بتستخدم الميكسر ولا بتستخدم الاوفن ولا بتستخدم الكالكوليتر ولا بتستخدم الرنش؟ شاطرين، هي بتستخدم النايف الكبيرة دي لانها بتقطع بيها اللحمة، فهنوصل بينها وبين النايف الكبيرة دي، ويبقى احنا كده عرفنا التول بتاعتها ايه والكوريكت بليس او المكان الصحيح اللي هي شغالة فيه ايه. طب اخر حاجة، صاحبنا الميكانيك ده او الراجل الميكانيكي ده، الميكانيك ده شغال في البيكري ولا شغال في الجراج ولا شغال في الميت ماركت ولا شغال في البنك؟ شاطرين، هو شغال في الجراج، فهنوصل بينه وبين الجراج. طب هو بيستخدم الميزان ده ولا بيستخدم النايف دي ولا بيستخدم الميكسر ولا الاوفن ولا الكالكوليتر ولا الرنش؟ شاطرين، هو بيستخدم الرنش او مفتاح الفك والتركيب علشان يغير التايرز او يعمل تشينج للتايرز الخاصة بالكارز اللي بتجيله في الجراج. فاحنا كده عرفنا الجوب او الوظيفة بتاعت كل واحد والكوريكت بليس او المكان الصحيح اللي هما شغالين فيه، وكمان التولز او الادوات اللي هما بيستخدموها. والكلمات الجديدة هنا mixed up يعني مختلط يعني غير مرتب، work يعني عمل، match يعني وصل، job يعني وظيفة، correct يعني صحيح، place يعني مكان، tools يعني أدوات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 38 أو صفحة 38 وعنوانها My Community Business. My Community Business، Community يعني مجتمع وBusiness يعني الأعمال التجارية، فهنا الأعمال التجارية في المجتمع اللي أنا فيه. My Community يعني مجتمعي، بيزنس الأعمال التجارية اللي موجودة في المجتمع اللي أنا فيه. فهنا المفروض في الكلاس روم أو في حجرة الفصل التيتشر بتاعكو هيقول لكو أو هيديكو بعض الصور للبيزنسز المختلفة أو الأعمال التجارية المختلفة الموجودة في our community أو في المجتمع بتاعنا. البيزنسز دي ممكن تكون محل، ممكن تكون مبنى زي البنك، ممكن تكون ورشة تصنيع أو ورشة تصليح زي الجراج، فممكن تكون أماكن مختلفة. المهم إن هي businesses أو أعمال تجارية مختلفة موجودة في our community أو في المجتمع بتاعنا. فأنتوا هتختاروا واحدة من businesses دي أو حاجة تجارية من الحاجات التجارية دي وهنتكلم عنها. وأول حاجة هنعملها إن إحنا نرسم صورة ليها في البوكس ده أو في المربع ده. فمثلا وليكن إن إحنا اخترنا البنك، فهنرسم هنا صورة للبنك، والصورة دي فيها طبعا هيكون واضح مبنى البنك، وفيها التيلر أو الصراف اللي قاعد وبيعد الفلوس وبيستخدم التولز بتاعته. والتولز دي ممكن تكون يا أصحابي مثلا الكالكوليتر أو الآلة الحاسبة، والكمبيوتر أو الحاسب الآلي اللي هو بيسجل عليه بيانات العملاء بتوع البنك. فإحنا هنا رسمنا الصورة الخاصة بالبنك أو بالبيزنس اللي إحنا هنتكلم عنه. تاني حاجة، تعالوا نقرأ هو طالب مننا هنا إيه. بيقول لنا هنا complete يعني أكمل، the sentences الجمل،
To describe يعني لتصف, describe يعني يصف, the business الأعمال التجارية أو العمل التجاري, you draw اللي انت رسمته. فانت هنا رسمت عمل تجاري معين, واحنا قلنا مثلا ممكن يكون البنك. انت هنا هتعمل complete sentences دي او هتعمل تكملة للجمل دي علشان تدسكرايب او توصف البيزنس اللي انت رسمته او the business you draw. فانا بيقول لنا in my community في مجتمعي there is هناك a in my community there is هنقول ايه a bank, bank البنك اللي احنا اتكلمنا عنه. بيقول لك وبعد كده a dots works here, مين اللي بيورك في البنك يا اصحابي؟ التيلر. فهنكتب a teller works here, الصراف شغال هنا. they use هم يستخدمون, هنا هنتكلم عن التولز او الادوات اللي بيستخدمها التيلر او الموظفين في البنك. فهنقول they use ايه بقى؟ calculator and computer, بيستخدموا الكالكيوليتر او الآلة الحاسبة and computer والحاسب الآلي او الكمبيوتر. وبكده حلينا البيج دي وعرفنا مطلوب مننا ايه. والكلمات الجديدة هنا طبعا my ملكي, community يعني مجتمع, business يعني اعمال تجارية او عمل تجاري, complete يعني اكمل, sentences يعني جمل, describe يعني يصف, business you draw يعني انت رسمت. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معي ونوصل لبيج 39 او صفحة 39 وعنوانها living things song, أغنية الأشياء الحية أو أغنية الأشياء الحية. ولو تفتكروا يا أصحابي لو أنتوا كنتم متابعين معايا في الترم الأولاني إحنا خدنا الأغنية دي قبل كده وغنيناها مع بعض كمان. living يعني حي, things أشياء, song يعني أغنية. فهنا بيقول لك living things الأشياء الحية أو الكائنات الحية. الكائنات الحية هنغني لها أغنية دلوقتي. الأغنية دي بتقول الصفات بتاعة الكائنات الحية دي. فأول حاجة بيقولك living things all grow and change. living things الكائنات الحية كلها all grow بتنمو and change وبتتغير. grow and change تنمو بتتغير. living things all grow and change. non-living things do not يعني الكائنات الأشياء الغير حية, do not اللي هي ايه, لا بتنمو ولا بتتغير, do not grow and do not change. طب الجزء التاني بيقول لنا هنا ايه, living things need food and water. need يعني بتحتاج, food يعني الطعام, and water هي المياه, food and water. living things need food and water, non-living things do not. يبقى ايه ال non-living things الاشياء غير الحية ما بتحتاجش, do not need food ولا water and water, لكن living things بتحتاج ايه, food and water. طب الجزء التالت بيقول لنا هنا ايه يا اصحابي, living things need air to breathe. air يعني هواء, to breathe لتتنفس, air to breathe هواء لتتنفس. living things need air to breathe, non-living things do not. الكائنات او الاشياء غير الحية do not need air to breathe, ما بتحتاجش هواء لتتنفس. طب الجزء الاخير في السونج الجميلة دي بيقول لنا فيها ايه, living things move يعني بتتحرك, on their own. the expression بيجي مع بعضه, التلات كلمات دول معناهم on their own يعني بمفردها, بتتحرك لوحدها.
on their own يعني بتتحرج بمفردها لوحدها معتمدة على نفسها. on their own, on their own يعني بمفردها معتمدة على نفسها. living things move on their own تتحرك من تلقاء نفسها. non-living things الأشياء غير الحية do not move on their own ما بتتحركش من تلقاء نفسها. فإحنا هنا عرفنا عن طريق السونج الجميلة دي الصفات بتاعة living things أو الصفات بتاعة الكائنات الحية. أول حاجة وإحنا نكتبها على جنب هنا grow and change. grow and change يعني بتنمو بتتغير. طب تاني صفة إيه؟ تاني صفة need food and water بتحتاج إيه؟ الطعام والماء. تالت حاجة إيه؟ need air to breathe. air to breathe اللي هو هواء لتتنفس. وآخر حاجة move on their own بتتحرك من تلقاء نفسها اللي هي بتتحرك لوحدها يعني. فاحنا عرفنا الاربع صفات بتاعت living things او الكائنات الحية. ويلا نغني بقى الاغنية مرة كمان مع بعض من غير ما نوقف علشان نترجم. living things, living things all grow and change, grow and change, grow and change. living things all grow and change, non-living things do not. living things need food and water, food and water, food and water. living things need food and water, non-living things do not. living things need air to breathe, air to breathe, air to breathe. living things need air to breathe, non-living things do not. living things move on their own, on their own, on their own. living things move on their own, non-living things do not. وبكده احنا غنينا الأغنية الجميلة دي وعرفنا معناها ايه كمان وعرفنا الصفات الخاصة بالliving things او بالكائنات الحية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 40 او صفحة 40 ودي هتكون اخر جزء هنشرحه النهاردة. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض اول باول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية لازم تدخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة واللينكات دي موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وما تنسوش كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان واللينكس بتاعتها موجودة في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وعنوان بيج 40 او صفحة 40 living or non-living goods. living يعني حي or non-living او غير حي. goods, goods يعني بضائع. في بضائع ممكن تكون حية وفي بضائع ممكن ما تكونش حية. ازاي يا مستر بضائع وازاي حية؟ ما ممكن تكون فعلا بضائع وحية. يعني احنا مثلا مش بنشتري حيوانات حية دجاج ابقار دي بالنسبة لنا بضائع وهي لسه فيها الروح ما ذبحتش تبقى living. وفي بضائع بتبقى non-living او غير حية زي مثلا حجارة ما هنبني بيها بيوت زي مثلا سيارات مصنوعة من المعدن زي مثلا أقلام وأدوات مكتبية بنستخدمها في التعليم بتاعنا دي ما فيهاش روح ولا هي بتgrow and change ولا هي بتneed الفود والwater ولا هي بتneed الair to breathe ولا هي كمان بتmove on their own أو بتتحرك من تلقاء نفسها. فهي non-living بس goods برضو أو بضائع. فعندنا هنا نوعين من البضائع نوع living أو حي أو non-living غير حي goods, goods يعني بضائع. وهنا بيقول لنا use استخدم your pencil قلمك الرصاص to circle, to circle لتضع دائرة حول the goods البضائع that are living اللي هي حية
put يعني ضع an x x اللي هي علامة الخطأ دي through خلال the goods البضائع that are non-living اللي هي غير حية. يبقى هنعمل circle حوالين living goods أو البضائع الحية، والبضائع non-living أو الغير حية هنعمل عليها إيه يا أصحابي؟ هنعمل عليها علامة X أو علامة خطأ علشان نعرف إن هي non-living أو غير حية. طب تعالوا نشوف الجودز اللي عندنا هي إيه. أول حاجة في كار كبيرة اهي، المفروض إن الكار دي living ولا non-living؟ شاطرين non-living، هي مش هي بتموف بس مش on their own، لازم حد يسوقها، وهي كمان ما بتحتاجش الفود ولا الووتر، وهي كمان ما بتنموش، ما بيحصلهاش grow وما بيحصلهاش change، ما بتسيبش الكار تحت البيت تصحى تاني يوم الصبح تلاقيها كبرت، فهي ايه؟ non-living. non-living يبقى هنعمل عليها علامة ايه؟ شاطرين، علامة X او علامة خطأ. طب الفلاور او الوردة الجميلة دي living ولا non-living؟ شاطرين، living، لانها بتنيد الفود والووتر، بتحتاج المية علشان تنمو، ولانها بتجرو and change، بتكبر وبتنمو بتتغير، وبتحتاج كمان need air to breathe، بتحتاج الهواء لتتنفس، فنعمل حواليها circle علشان دي living good. طب الديك الجميل ده او الهان الجميلة دي living ولا non-living؟ شاطرين، living طبعا، لانها بتحتاج الفود والووتر وبتجرو and change وبتنيد الاير تو breathe، وكمان بتموف on their own، بتتحرك من تلقاء نفسها، يبقى نعمل حواليها circle. طب الابل الجميلة دي living ولا non-living؟ شاطرين، living، لانها كانت موجودة في شجرة، ولما كانت موجودة في الشجرة كانت بتحتاج الووتر اللي بتاخدها من الشجرة دي عشان تجرو علشان تنمو، وكان بيحصل عليها تشينج كمان لما بنقطعها من الشجرة ونسيبها شوية بتتبل وبتموت، وكمان هي ايه؟ بتحتاج الاير تو بريس، لو حطينا التفاحة دي في كيس وفضلنا قافلينه عليها شوية كتير هتبوظ وهتموت، فدي living، فهنعمل حواليها سيركل. طب التي شيرت الجميل ده living ولا non-living؟ شاطرين، non-living، لان هو لا بيجرو ولا بيتشينج، ما بيكبرش، ما بتسيبش التيشيرت بالليل تصحى الصبح تلاقي كبر، وما بيحتاجش كمان الفود ولا الووتر، وكمان ما بيتحركش on their own، ما بيتحركش من تلقاء نفسه، فده non-living، فهنعمل عليه علامة X. طب البوك الجميل ده، البوك ده ايه؟ living ولا non-living؟ شاطرين، non-living، لان هو لا بيحتاج الفود ولا الووتر ولا الاير تو بريس ولا بيموف on their own ولا كمان بيجرو او تشينج، فهنعمل عليه علامة X. طب البيرد الجميل اللي موجود في الكيج ده او في القفص ده living ولا non-living؟ شاطرين، ده living طبعا، لان هو بيحتاج الفود والووتر وبيموف on their own وبيجرو وبيتشينج وبيحتاج كمان الاير تو بريس، فنعمل حواليه سيركل. واخر حاجه البنسل الجميل ده living ولا non-living؟ شاطرين، non-living، لان هو ما فيهوش الصفات بتاعه living اللي احنا قلنا عليها، اللي هي need food and water، وان هو need air to breathe، وان هو grow and change، وان هو كمان بيmove on their own، فنعمل عليه علامه X او خطأ علشان ده non-living thing. والكلمات الجديدة هنا طبعا living يعني حي، or او non-living غير حي، goods يعني بضائع. use استخدم your pencil قلمك الرصاص، circle ضع دائرة حول، goods البضائع، that are living الحية، put ضع an x علامة خطأ او علامة X through خلال the goods البضائع that are non-living الغير حية. وبكده نكون انهينا درس النهاردة، واتمنى لو اعجبك الفيديو تعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة
بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.